السلام عليكم يسر، يعطيكم العافية مرة أخرى. الآن راح نكمل المحاضرة الثانية. هاي المحاضرة أطول من المحاضرة الأولى، فيها تفاصيل زيادة شوي، فممكن تأخذ وقت أكثر. ما راح أعيد الأشياء كثير كونها محاضرة مراجعة مش شرح، فأي شيء بتحتاجوه، أي شيء بتحسوا حالكم مش فاهمين، وأي شيء بده توضيح أكثر اسألوني على الجروب أو على الخاص بأي وقت بدكم إياه. تمام، راح نبدأ بهاي المحاضرة. هاي الصفحة ما فيها إشي مهم. حكينا بالمحاضرة الماضية عن الهرمون مع الريسبتور. حكينا انه في عندي نوعين من الريسبتور، بلازما ممبرين ريسبتور وانتراسيلولار ريسبتور. البلازما ممبرين ريسبتور اللي هو اللي بيكون موجود على الخلية من برا، بيرتبط عليه الهرمون بدون ما يدخل على الخلية، وهذا النوع خاص اكثر. حكينا بالبروتين هرمون، بالجلايكوبروتين هرمون وبالكاتيكولامينز. ليش؟ لانها هاي الهرمونات تعتبر هيدروفيليك او لايبوفوبيك، يعني ما بتقدر كروس البلاد برين، سوري البلازما ممبرين اللي هو عبارة عن فوسفوليبيد، هو عبارة عن ليبيد، فما حتقدر تمشي فيه. ليش؟ لأنها هايدرو فيليك أو اللي هي لايبوفوبيك. أوكي، طيب عشان هيك حترتبط على الريسبتور من برا. حكينا هذا الريسبتور بيكون رابط عليه، يعني أنواع هذا الإكسترا سيلي ريسبتور ممكن زي ما حكينا يكون رابط عليه جي بروتين ريسبتور. هذا الجي بروتين بمجرد ارتباط الهرمون على الريسبتور راح يتحفز الجي بروتين. هذا الجي بروتين لما يتحفز راح يحفز لي انزيم معين. هذا الانزيم ممكن يكون ادينيل سايكليز اللي راح يزيد السايكليك ام بي، ممكن يكون فوسفولايبيز سي اللي راح ينتج الاي بي 3 والدي اي والداي اسيل جليسرول، وممكن يكون فوسفولايبيز اي 2 اللي هو راح ينتج الاركودينيك اسيد ميتابولايت. اوكي، ممكن هذا الريسبتور يكون ريسبتور تايروسين كاينيزز. زي ما حكينا انه الهرمون يرتبط على الريسبتور، الريسبتور عليه تايروسين وعليه كاينيز. ارتباط الهرمون راح يحفز الكاينيز انه يعمل فوسفوريليشن للتايروسين، وكلهم جزء من الريسبتور. بينما التايروسين كاينيز اسوشييتد ريسبتور، ارتباط الهرمون على الريسبتور راح يحفز تايروسين موجود كاينيز موجود جوات الخليه انه يعمل فوسفوريليشن للتايروسين اللي موجود فيه. او جوانيلين سايكليز، انه الجوانيلين سايكليز هذا رابط على الريسبتور، بمجرد ارتباط الهرمون راح يتحفز هذا الانزيم. اوكي، طيب الان رح نبدا بالسيل ممبرين فوسفوليبيد سكند مسنجر سيستم. اذا من هذا الاسم بنعرف انه الريسبتور السيل ممبرين ريسبتور يعني برا اكسترا سيلولر، والسكند مسنجر فوسفوليبيد. فانا بحكي عن الجي بروتين كابل ريسبتور اللي عليهم فوسفولايبيز اي 2 او فوسفولايبيز سي. تمام، رح نحكي الان ارتبط الهرمون على الريسبتور. ارتباط الهرمون على الريسبتور راح يحفز الجي بروتين، الجي بروتين راح يروح يحفز الفوسفولايبيز سواء الفوسفولايبيز سي او الفوسفولايبيز اي 2. الفوسفولايبيز سي راح يروح على الفوسفاتيدل انوستول بيسفوسفونيت، راح يحول لي اياها الى الانوستول ترايفوسفيت والداي اسيل جليسرول. الداي اسيل جليسرول راح تروح على بروتين كاينيز سي موجود جوات الخليه تعمل له اكتيفيشن. هذا البروتين كاينيز من اسمه كاينيز، اذا راح يروح يعمل فوسفوريليشن لمجموعه من البروتينات، اذا راح على بروتين عمل له فوسفوريليشن. هذا الفوسفوريليتد بروتين هو اللي راح يعمل الافكت تبع الهرمون بالخليه. الاي بي 3 اللي هو الانستول ترايفوسفيت راح يروح على الاندوبلازميك ريتيكولم ويعمل لي ريليز للكالسيوم، برضو الكالسيوم راح يعمل سيلولار ريسبونس. اذا السيلولار ريسبونس بهاي الحاله مسؤول عنها الكالسيوم والفوسفوريليتد بروتين، تمام، اللي طلعوا من السكند ماسنجر اللي كانوا موجودين عندنا. طيب الآن لو كانت فوسفولايبيز A2، هاي فوسفولايبيز A2، الفوسفولايبيز A2 رح يكسر لي الفوسفوليبيد الموجودة بالبلازما ممبرين إلى الأركودينيك أسد، والأركودينيك أسد رح يتكسر ويعطيني الميتابولايتس تاعونه يلي رح تعمل السليلر ريسبونس. الآن هاي البروسيس لو بدي أوقفها لأي سبب كان، يعني أنا بدي أسكر هذا الباثوي عشان أعالج ديزيز معين، أو عشان أعمل مثلا أخفف كونسنتريشن لمادة معينة بالجسم أو whatever، بدي استخدم درج. ايش انا كيف الطرق او ايش الاشياء اللي بدي اشتغل عليها عشان اوقف هذا الباثوي؟ اول شغله بقدر اوقف على الهرمون، اشتغل على الهرمون نفسه فاوقف التصنيع تبعه واقلل الكونسنتريشن. شغله ثانيه ممكن اشتغل على الريسبتور، اجيب ماده ثانيه تسكر الريسبتور فتمنع ارتباط الهرمون بالريسبتور، او ممكن اشتغل على الانتراسيلولار باثوي جوات الخليه، مثلا امنع الريليزنج للكالسيوم، اعمل ديفوسفوريليشن للفوسفوريليتد بروتين عن طريق احفز الفوسفاتيز انزيم مثلا. كل هاي الاشياء انا بقدر اعملها عشان اوقف هذا الباثوي عن طريق الادويه لعلاج مرض معين، مش شرط يكون كانسر زي ما هو مكتوب، بس الكانسر يعني مثال. طيب اذا هاد حكينا.
نيجي الآن إذا حكينا المرة الماضية عن لما يكون ريسبت الرابط على أدينيل سايكليز، الآن حكينا عن الفوسفوليبيد وهدول حكيت لكم عنهم، تمام؟ الأدينيل سايكليز حكينا بيكون جي بروتين ريسبتور، هذا الجي بروتين رح يتحول من جي دي بي إلى جي تي بي، لما يتحول الألفا دومين هو أصلا عبارة عن ألفا بيتا جاما، لما يتحول لجي تي بي رح تطلع الألفا دومين لبرا، هاي الألفا دومين رح تروح على الإنزيم اللي هو الأدينيل سايكليز وتحفز لي إياه، لما يصير له أكتيفيشن رح يحول الـ ATP إلى سايكليك أم بي، والسايكليك أم بي هو اللي حيعمل السيلولار ريسبونس. الآن نيجي على الإنسولين ريسبتور and the mechanism of action. الإنسولين ريسبتور حكينا عنه بالمحاضرة الماضية إنه هيتيرو تترامير. شو يعني هيتيرو تترامير؟ يعني هو عبارة عن 4 سبيونت كل ثنتين زي بعض، ففيه 2 ألفا و2 بيتا، الاثنين ألفا رابطين عن طريق الأس أس بوند، وكل ألفا مع كل بيتا رابطة عن طريق الأس أس بوند، فالريسبتور stable very stable، تمام؟ الآن حكينا بالمحاضرة الماضية إنه في عندي كل ريسبتور إلى ريكوجنيشن دومين and كوبلينج دومين. ريكوجنيشن دومين هو هون هي الألفا سبيونت، الألفا سبيونت هي ريكوجنيشن دومين، يعني الإنسولين حيرتبط عليها، إذا الإنسولين وين حيرتبط؟ على الألفا سبيونت. ارتباطه على الألفا سبيونت رح يحفز أو يعمل اكتيفيشن للبيتا سبيونت اللي هي تعتبر الكوبلينج دومين. الكوبلينج دومين وظيفتها توصل الأكشن. الآن بالإنسولين ريسبتور البيتا سبيونت عليها إنزيم مرتبط معها بنسميه تايروسين كاينيز، إذا الإنسولين ريسبتور البيتا سبيونت فيها تايروسين كاينيز، مش زي هناك تايروسين، لا هذا تايروسين كاينيز. هذا التايروسين كاينيز هو عبارة عن إنزيم، هذا الإنزيم لما يصير له اكتيفيشن، إذا ارتبط الهرمون رح يصير له اكتيفيشن، فمن اسمه كاينيز بغض النظر عن كلمة تايروسين هو اسمه كاينيز، إذا رح يروح يعمل فوسفوريليشن لمجموعة من البروتينات اللي موجودة جوات الخلية، إذا التايروسين كاينيز رح يروح يعمل فوسفوريليشن لمجموعة من البروتينات، هاي البروتينات اسمها انسولين ريسبتور سبستريت. دائما بنعرف من الجنرال بايوكيمستري إنه أي إنزيم في له سبستريت. شو يعني سبستريت؟ يعني هذا الإنزيم هاي المادة اللي حترتبط فيه بنسميها سبستريت، هاي المادة اللي إذا هي سوري سبستريت إذا هي المادة اللي حترتبط بالإنزيم اللي يعملها موديفيكيشن، إذا بده يعملها فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن واتيفر كانت البروسيس اللي بده يعملها الإنزيم، إذا المادة اللي حترتبط بالإنزيم عشان يعدل عليها هي السبستريت، عشان هيك سميناها إنسولين ريسبتور سبستريت. إذا هي البروتينات اللي حترتبط على الإنسولين ريسبتور أو اللي حيشتغل عليها الإنسولين ريسبتور، تمام؟ إذا الإنسولين ريسبتور سبستريت، إيش هي الإنسولين ريسبتور سبستريت؟ هي مجموعة إنزيم، مش إنزيم واحد، مجموعة إنزيم. لاحظوا هون السبستريت للإنزيم كمان إنزيم. فإذا الإنسولين ارتبط على الألفا سبيونت، الألفا سبيونت عملت أكتيفيشن للبيتا سبيونت، البيتا سبيونت عليها تايروسين كاينيز، هذا التايروسين كاينيز رح يعمل فوسفوريليشن للإنسولين ريسبتور سبستريت اللي هي برضه عبارة عن إنزيمز. هاي الإنزيم إيش حتعمل؟ أول شغلة الانسولين شو وظيفته بالخلايا؟ انه يدخل الجلوكوز، فالخليه بتكون بالاصل حاطه الجلوكوز ترانسبورتر جوات الخليه مخبى، فلما بيرتبط الانسولين بيروح زي ما حكينا بالبروسس هاي، بيجي الانزيم هاد اللي هو الانسولين ريسبتور سبستريت بيطلع الجلوكوز ترانسبورتر على البلازما ممبرين عشان الجلوكوز يدخل، تمام؟ فاذا هاي اول واحدة انه يعمل مايجريشن للجلوكوز ترانسبورتر من جوات الخليه الى البلازما ممبرين عشان يسمح للجلوكوز انه يدخل. بعدين بصير يحفز البروتين سينثيسز، الفات سينثيسز، الجلايكوجين سينثيسز، والجروث اند الجين اكسبريشن. فاذا حكينا عن مبدا عمل الانسولين ريسبتور، انسولين بيرتبط على الالفا سبيونت بيعمل اكتيفيشن للبيتا سبيونت، البيتا سبيونت عليها تايروسين كاينيز بتعمل فوسفوريليشن للانسولين ريسبتور سبستريت اللي هي عباره عن مجموعه انزيم، هاي الانزيم راح تعمل مايجريشن للجلوكوز ترانسبورتر الى البلازما ممبرين وراح تزيد البروتين سينثيسز، فات سينثيسز، جلايكوجين سينثيسز، جروث اند جين اكسبريشن. بحكي لي انه الانسولين ريسبتور از نوت ا دايمر، نوت ا دايمر ليش؟ لانه هذول مش قطعتين، هذول 4 سبيونت، فهو مش دايمر، مش قطعتين. الان بحكي لي لو كان تركيز الجلوكاجون عالي، الجلوكاجون رح يجي يمنع هذا الفوسفوريليشن تبع الانزيم، رح يجي يمنع الفوسفوريليشن، فلو كان الجلوكاجون تركيزه عالي، احنا بنعرف الجلوكاجون هو الهرمون اللي في الجسم بيشتغل عكس الانسولين، فرح يوقف هاي البروسيس، اوكي؟ طيب هذا تذكروا هذا الجدول، هذا الجدول هو بيحكي لي مين من الهرمونات اللي بتشتغل على الأدرينال سايكليز ميكانيزم، ومين منهم بيشتغل على الفوسفوليبيد ميكانيزم، ومين منهم بيشتغل على الجوانيل سايكليز ميكانيزم او التايروسين كاينيز ميكانيزم. بدكم تحفظوهم، انتوا احفظوا هذول الثلاث وهي ما تبقى. طيب الان رح نيجي على الستيرويد هرمون سينثيسيس. هلا بدي اعرف انه ما رح ندخل بتفاصيل هذا الموضوع لانه في عندكم محاضره كامله عن الستيرويد جينيسيس. الستيرويد هرمون سينثيسيس هي عمليه او البروسيس اللي بنسميها الستيرويدوجينيسيس، هي البروسيس
عملية تصنيع الستيرويد هرمون من الكوليسترول. إذا إيش البريكيرسور اللي أنا بصنع منه الستيرويد هرمون؟ الكوليسترول. تمام؟ إذا مهم جدا إني أحافظ على الكونسنتريشن للكوليسترول في الجسم طبيعي، ما بدي إياه يكون كثير قليل لأنه مهم بالستيرويد هرمون، ولا بدي إياه يكون كثير زيادة لأنه ممكن يعمل لي أثيروسكليروسس، تصلب شرايين. تمام؟ فايش الريت ليميتنج ستيب بالكوليسترول سينثيسز؟ الاتش ام جي انزيم. الاتش ام جي انزيم هو اكثر انزيم مهم بعمليه الكوليسترول سينثيسز، فانا اللي بدي اعمل ريجوليشن للكوليسترول سينثيسز بتحكم بهذا الانزيم. عشان هيك في دواء اسمه اتش ام جي ريدكتيز انهيبيتور، هذا دواء بيستخدموه بعلاج الهايبركوليستريميا لما بيكون الكوليسترول عالي. مش مهم. فاذا اول شيء بدي اعمل ريجوليشن للكوليسترول. ثاني شغله، هذا الكوليسترول عندي موجود، تمام؟ هذا الكوليسترول موجود، كيف بدي اخلي الكوليسترول يحفز او انه يصنع الستيرويد هرمون؟ عن طريق مثلا هون اجى ACTH، هذا ACTH بيشتغل على الادينيل سايكليز، راح يجي حكينا عن مبدا شغله، بيرتبط على الريسبتور جي بروتين، جي بروتين هذا من جي دي بي الى جي تي بي، جي تي بي معناها صار ريليزنج للالفا سب يونت، الالفا سب يونت حتروح على الادينيل سايكليز، الادينيل سايكليز راح يحول الاي تي بي الى سايكليك ام بي، سايكليك ام بي راح يروح يحفز تصنيع الكوليسترول الى رح تدخل على الميتوكوندريا بعدين على السموث اندوبلازميك ريتيكولوم الى اخره، يصنع الكورتيزول بالاخر. تمام؟ الكورتيزول هو واحد من الستيرويد هرمون، واحد منهم، بس هذا مثال على كيف البروسيس بتصير. طيب قبل ما نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن بدنا نحكي عن الثايرويد هرمون سينثيسيس عشان نضل بنفس الفكره. يعني هلا الثايرويد هرمون ايش البريكيرسر تبعه؟ تايروسين امينو اسيد. اذا الستيرويد هرمون بتيجي من الكوليسترول، والثايرويد هرمون بيجي من التايروسين. التايروسين هو امينو اسيد، اما بنحصله عن طريق الدايت او بنحصله عن طريق الدينوفو سينثيسيس بالبادي. تمام. هلا هيك الامينو اسيد بشكل عام، فالتايروسين هو امينو اسيد. الان عشان اصنع منه ثايروكسين او اللي هو تي 3 تي 4، هذا التايروسين ايش لازم نحط له؟ لازم نحط له ايودين. لو حطيت له ايودين واحده رح يصير اسمه مونو ايودو تايروسين. هاي تايروسين، ايودو يعني ايودين، ومونو يعني واحده، حطيت له واحده ام اي تي مونو ايودو تايروسين. لو حطيت له ثنتين رح يصير اسمه داي ايودو تايروسين. لو حطيت له ثلاث بصير اسمه تراي ايودو تايروسين اللي هو تي 3. لو حطيت له اربعه بصير اسمه ثايروكسين اللي هو تي 4. تمام؟ هاي العمليه بنسميها ايش؟ ايودينيشن. ايودينيشن طبعا ايش هو الريفيرس فور من التي 3؟ بس انه مثلا شوفوا هون حطينا هذول الثنتين ايودين، لو حطينا الثالثه على هاي الرينج بسميها تي 3، لو حطينا على هاي الرينج بسميه ريفيرس فورم او تي 3، مش مهم يعني. طيب الان هاي بشكل عام. هلا كيف عمليه السينثيسيس بتصير بالضبط؟ عشان اصنع ثايرويد هرمون بدي شغلتين اساسيات، ايودين وثايروغلوبولين. الثايروغلوبولين هو بروتين، هذا البروتين من وين جاي؟ من الخلية نفسها. بالخلية نفسها صنعت لي بروتين اسمه ثايروغلوبولين، هذا الثايروغلوبولين صنعت لي اياه وطلعت لي اياه الى اللومن تبع ثايرويد هرمون. اذا طلعناها الثايرويد جلاند، اذا طلعناه للومن، اذا ثايروغلوبولين صنعته عن طريق عادي دي ان اي جين ترانسكريبشن ترانسليشن، عملت ثايروغلوبولين طلعته على اللومن، طبيعي جدا. بعدين بدنا نجيب الايودين. الايودين من وين حنجيبه؟ من البلد. اول شيء راح يدخل على الخلايا، خلايا الثايرويد من البلد عن طريق الصوديوم ايودين كو ترانسبورتر، اسمه كو ترانسبورتر، اذا حيدخلهم الاثنين بنفس الاتجاه. فاذا دخل لي الصوديوم الايودين ودخل لي معه صوديوم، لاحظوا انا دخلت شحنه موجبه، فبدي شحنه سالبه تطلع، فعشان هيك في عندي هاي الشانل برا اللي هي صوديوم بوتاسيوم بمب، بتدخل بوتاسيوم سوري هاي عشان الكيميكال جريديان، دخلت صوديوم رح ارجع اطلعها عشان اضل احافظ على التركيز الصوديوم نورمال يكون برا الخليه اعلى، صح؟ بنعرف هاي المعلومه، ما علينا من هاي المعلومات. احنا المهم اللي بدنا نعرفه الان انه دخلت الايودين عن طريق ايودين صوديوم كو ترانسبورتر الى جوات الخليه. هيدا الايودين رح يكون في عندي شويه ايودين اصلا جوا الخليه، كمان شوي رح نعرف من وين جاي، رح يصير عمليه دي ايودينيشن، رح دي ايودينيشن لانه اصلا الايودين هو يعني رابط باشياء ثانيه. ما علينا، عندي شويه ايودين رابط جوا الخليه بربطهم مع بعض، عملت من الاي ماينس اي 2. تمام، هذا الايودين رح ادخله بدي اياه باللومن لانه عمليه التصنيع بتكون جوات اللومن، فبطلع هذا الايودين لبرا. كيف طلعته؟ عن طريق ايودين كلورايد انتي ترانسبورتر. انتي ترانسبورتر يعني عكس الاتجاه، طلعت ايودين دخلته كلورايد. اوكي طيب، اذا هيك انا جبت الايودين، جبت الثايروغلوبولين. الان بنبلش عمليه الايودينيشن اللي حكينا عنها فوق، ايودين واحده مونو ايودو تايروسين، تنتين داي ايودو تايروسين، ثلاثه تراي ايودو تايروسين، او اربعه اللي هي الثايروكسين.
طيب عملتهم الآن، صنعت هاي الأشياء، في أشياء رح توقف آزامونو، وأشياء رح تضل بشكل الداي، أشياء بتراي، وأشياء ثايروكسين، يعني ممكن يضلوا بثلاث أشكال. تمام، بعدين الآن ببلش نعملهم كوبلينج. شو يعني كوبلينج؟ يعني ببلش أجمعهم مع بعض، كلهم مع بعض، كلهم مع بعض، لحد ما أعمل إشي نسميه كولويد دروبلت. إذن الكولويد دروبلت هي عبارة عن كوبلد من كل هاي الأشياء، زي كأني جبتها وجمعتها كلها مع بعض، زي حطيتهم بكيس. هذا الكولويد دروبلت راح يصير له إندوسايتوسس إلى جوات الخلية. إذن أنا كل هاي الأشياء جمعتها وفوتها جوا الخلية. جوا الخلية في عندي بروتييسز إنزيم، هاي الإنزيم راح ترجع تكسر لي، تفصل لي المونو لحال، الداي لحال، التي 3 لحال، والتي 4 لحال. تي 3 تي 4 رح يصير لهم سكريشن لبرات الخلية على البلد، والمونو والداي هذولا مش غاليين، فايش رح اعملهم؟ زي كأني بدي اعملهم ريسايكل. ريسايكل بيجي عندي بطلع التايروسين لحال والايودين لحال. هذا الايودين اللي حكينا عنه رح يكون موجود جوات الخلية، بنرجع بنحطه مع الاي ماينس، نكون اي 2، بنرجع عملية التصنيع مرة اخرى. تمام تمام، هذا الجدول نفس الاشياء اللي حكيناها، بس بتكون يعني زي تفصيل، بس نفس الفكره اللي كنا نحكيها فيه ولا اي شيء زياده. بس بدي اعرف عن البروبيل ثايوريسل. البروبيل ثايوريسل هو دواء بيستخدمه بعلاج الهايبر ثايرويدزم. هايبر ثايرويدزم يعني هاي تي 3 تي 4 هاي، بما انه عندي كثير تي 3 تي 4، اذا هو ايش راح يشتغل؟ راح يقلل تصنيع تي 3 تي 4 عن طريق، شايفين انزيم بنسميه البيروكسيديز، هذا الانزيم راح يوقف لي اياه. اذا حيشتغل وين؟ على البيروكسيديز. وين البيروكسيديز؟ البيروكسيديز اللي رح يشتغل هون رح يمنع عمليه الايودينيشن وعمليه الكوبلينج. اذا حيشتغل هون، فالبروبيل ثايوريسيل رح يمنع الايودينيشن، يعني رح يمنع ارتباط الايودين بالثايروغلوبولين، ورح يمنع تكوين الكولويد دروبلت. فهيك بيشتغل البروبيل ثايوريسيل. هذه الاشياء كلها حكيناها. لام بدي اعرف عن انه الثايروكسين هاد في البريفيرال تيشو، حكينا هاي الشغله بالمحاضره الماضيه، يتم انتاجه بالان اكتيف فورم. طبعا المحاضره الماضيه عكستهم، انتبهوا، الان اكتيف فورم هو تي 4 اللي هو الثايروكسين، تي 3 هو الاكتيف فورم. هلا تي 4 لما بيوصل على الخلايا بدهم يعملوا له اكتيفيشن، لانه هم شو بدهم فيه لحاله؟ ان اكتيف، بدهم شيء ان اكتيف. فتي 4 بالبريفيرال تيشو رح يصير له اكتيفيشن، رح يتحول الى تي 3. كيف بدي احوله؟ هذا عنده اربع ذرات يود، هذا عنده ثلاث، فراح نشيل واحدة. فالإنزيم اسمه مونو دي أيودينيز، مونو دي أيودينيز. إذا دي أيودينيز يعني رح يشيل أيودين، ومونو رح يشيل واحدة بس، فبيتحول إلى تي 3. إذا شال مثلا هاي رح يصير اسمه ريفرس فورمو تي 3، إذا شال هاي بيصير اسمه تي 3، وهكذا، مش مهم. فإذا هيك عرفنا الثايرويد هرمون كيف بيتصنع وكيف بيصير له ميتابوليزم بالبريفيرال تيشو. الآن نشوف الأكشن، حكينا عن الستيرويد هرمون كيف بيتصنعوا، الثايرويد هرمون كيف بيتصنعوا، الآن نحكي عن الميكانيزم في أكشن تبعهم. الميكانيزم في اكشن للستيرويد والثايرويد هرمون هي انتراسيلولر ريسبتور. ليش انتراسيلولر؟ لانه هاي الهرمونات هي لايبوفيليك، على عكس البيبتايد هرمون اللي حكينا عنهم فوق انهم لايبوفوبيك، ما بيقدروا يعملوا كروس بلين كروس للبلازما ممبرين، فالريسبتور تبعهم برا. هذول بيقدروا يعملوا كروس للبلازما ممبرين لانهم لايبوفيليك، فبيدخلوا لجوات الخليه. الانزيم تبع الريسبتور تبعهم انتراسيلولر، حكينا المره الماضيه انتراسيلولر ايذر سايتوسوليك او سايتوبلازميك او نيوكلير، يعني جو اما بالسايتوسول او بالنيوكليس جوا. لا في عندي دخل هذا الهرمون، اذا كان الانزيم الريسبتور تبعه بالسايتوسول حيرتبط عليه، رح يعملوا هرمون ريسبتور كومبلكس، بعدين يدخل على جوات النيوكليس. او اذا كان الريسبتور تبعه بالنيوكليس، رح يدخل لحاله يرتبط هناك ويعمل هرمون ريسبتور كومبلكس. فالاثنين رح ينتهوا بوجود الهرمون ريسبتور كومبلكس جوات النيوكليس. ليش جوات النيوكليس؟ لانه هذول بدهم يشتغلوا على الدي ان اي. تمام، بدهم يشتغلوا على الدي ان اي، لان هذا الهرمون ريسبتور كومبلكس جوات جوات النيوكليس، وفي عندي دي ان اي، رح يروحوا يرتبطوا على سيكونس معين بالدي ان اي بنسميه هرمون ريسبونس اليمنت. شو يعني اليمنت؟ يعني سيكونس من الدي ان اي. شو يعني هرمون ريسبونس؟ يعني هذا السيكونس خاص بالهرمون ريسبتور كومبلكس، لما يرتبط عليه رح يعمل الريسبونس تبع الهرمون. فهرمون ريسبونس اليمنت هو سيكونس من الدي ان اي رح يرتبط عليه الهرمون ريسبتور كومبلكس عشان يعمل الافكت تبعه. تمام، طيب عن لما يرتبط على الهرمون ريسبونس إليمنت رح يحفز ترانسكريبشن ترانسليشن وبروتين سينثيسس، وهذا الاشي رح يحفز السليلر ريسبونس. تمام هيك؟ تمام. الآن يجي على السينثيسس اوف امين هرمون. السينثيسس اوف امين هرمون هي الهرمونات اللي بتتصنع من التايروسين، بنسميها امين هرمون. التايروسين رح يصنع الثايرويد هرمون بالثايرويد جلاند، وحكينا هاي الفكرة كيف، ورح يصنع لي الكاتيكولامينز دوبامين نورابينفرين اند ابينفرين. هلا التايروسين راح يتحول الى الدوبا عن طريق تايروسين هيدروكسيليز. اذا اول بروسيس هي هيدروكسيليز، راح يعطيني الالدوبا، بعدين من الالدوبا الى دوبامين دي دي، برضو الهرمون دي الانزيم سوري دي كاربوكسيليز دي كمان.
فتايروسين الى الدوبا هيدروكسيليز، الدوبا الى دوبامين دي كاربوكسيليز، بعدين من دوبامين الى نور ابنفرين هيدروكسيليز كمان مره، بعدين مثل ترانسفيريز عشان يعطيني ابنفرين. اذا اول شيء تايروكسين راح يتحول الى الدوبا عن طريق الهيدروكسيليز، بعدين الدوبا راح يتحول الى دوبامين عن طريق دي كاربوكسيليز، وهذا الدوبامين بيتم تخزينه بالدوبامينرجيك نيورون، راح تعرفوا هذا المصطلح بالنيورو بالسي ان اس. الدوبامين راح يتحول الى نورابينفرين عن طريق الهيدروكسيليز، النورابينفرين موجود في الادرينرجيك نيورونز، والنورابينفرين راح يتحول الى الابينفرين عن طريق المثل الميثايل ترانسفيريز، موجود هذا بالادرينال جلاند. تمام، او هاي البروسيس كلها بتصير بالادرينال جلاند، هاي البروسيس تاع تصنيع الهرمون الثايرويد هرمون بتصير بالثايرويد جلاند. طيب الان بدي اعرف في عندي شيء اسمه اميونو اسي، بس اشوف كم وصلت. الاميون اسي هي، هلا احنا بنعرف انه الهرمونات كثير بيطلبوا فحوصات هرمون، فحص الكورتيزول، فحص الثايرويد، فحص لي فيميل هرمون بروفايل او ميل هرمون بروفايل. عمليه فحص الهرمونات في البلد مش عمليه سهله، لانه احنا حكينا بالمحاضره الماضيه الهرمونات بتم تصنيعها بلو كونسنتريشن. تمام، بلو كونسنتريشن، فعشان هيك ما بفحصها بس عادي، يعني باخذ عينه سيره وبفحص الهرمون، لا بدها عمليه خاصه بنسميها اميونو اسي. اذا الاميونو اسي هي عمليه بدي اقيس الليفل تبع الهرمون الموجود في البلد او وجود انتجن معين في البلد. تمام، عن طريق immunological reaction. شو يعني immunological reaction؟ عن طريق antibody. تمام، هذول ما راح اقدر انا اشرح لكم اياهم بالتفصيل لانه هو فيديو مراجعة المفروض انتم تعرفوهم، والمفروض انه الفيديو ما يكون طويل، فهذول حبعث لكم انهم ثلاث فيديوهات قصيرة، وممكن اعمل لكم فيديو لهم لحالهم عشان اوضح لكم اياهم. بس اللي بدنا نعرفه الراديو اميونو اسي بيعتمد على راديو اكتف انتجين او راديو اكتف ماتيريال، وهو مور سنسيتيف ذان الإلايزا. الإلايزا اللي هي انزيم لينكد انتي بودي ورابط عليها انزيم، هذا الانزيم راح يحول اذا كان الهرمون موجود راح يرتبط عليه الانزيم ويعطيني لون، راح يغير اللون تبعه، فبعرف هون انا انه الانزيم موجود. تمام، الكيميلومينيسنس هاي بتعتمد على الهيت، انه انتي بدي حيكون رابط عليه انزيم برضه، هذا الانزيم اذا كان الهرمون موجود في العين اللي انا اعطيته اياها راح يعطيني ايش سوري لايت اضاءه ضوء. تمام، بقيس مقدار شده الضوء عشان احدد مقدار وجود الهرمون. زي ما حكيت لكم التفصيل تبعهم ممكن ينزل لكم فيديو لحال، ممكن ابعث لكم ثلاث فيديوهات تحضروهم عن كل واحده لحال، فبنشوف ايش المناسب ان شاء الله. طيب الان البروسيسنج للبري، طبعا ليش ما قدرت اشرح لكم اياهم لانه يعني شرحهم طويل شوي، فلو اشرح لكم اياهم رح تطلع المحاضره كثير طويله. البروسيسنج اوف بري اوبيو بري برو اوبيو ميلانوكورتين. هلا بدي اعرف في عندي هرمون في الجسم اسمه الام اس اتش او اللي هو الميلانوسايت ستيميليشن هرمون، هذا الهرمون رح يروح يعمل ستيميليشن للميلانوسايت عشان تفرز الميلانين اللي هو المسؤول عن لون الجلد. تمام، طيب الان بدي اعرف الفكره من هون اللي بحاول اوصل لكم اياها، انه هاي الهرمونات اللي هو الام اس اتش والاي سي تي اتش والبي لايبوبروتين والجاما لايبوبروتين ومجموعه هرمونات ثانيه كلها جايه من نفس البيبتايد، يعني هاي هي عباره عن بيبتايد هرمون. ايش هو البوليبيبتايد اصلا؟ هو عباره عن مجموعه امينو اسيد جنب بعض. تمام، لان في عندي بوليبيبتايد اسمه بري برو اوبيو ميلانوكورتين عباره عن 265 امينو اسيد مرتبطين كلهم مع بعض ورابط عليهم سيجنال سيكونس. السيجنال سيكونس هذا اللي بيحكي هلا صح خلال عمليه الجين ترانسكريبشن في عندي بروتين راح يرتبط بالدي ان اي، لما يشوف السيجنال ببلش يعمل ترانسكريبشن، فالسيجنال زي كانها بتحكي له يلا بلش. الان اذا شلت السيجنال راح يتحول من بري الى برو، فبصير اسمه برو اوبيو ميلانوكورتين زي كاني شلت كلمه بري. تمام، برو اوبيو ميلانوكورتين. الان بضل اعمل كليفج، بكل كليفج راح يطلع عندي سيكونس لبروتين معين، يعني او سوري بروتين معين، يعني مثلا هون بحكي لي البيتا لايبو بروتين هو عباره عن 91 امينو اسيد، الاي سي تي اتش هو عباره عن 39 امينو اسيد، الام اس اتش سيكونس لاحظوا قديش صغير، فكل هاي الاشياء كل مره بعمل كليفج راح يطلع من معي هرمون جديد. ف سوري انا حكيت هذا بترانسكريبشن، انا خربطت، هذا مش دي ان اي، صفنت بالفكره. السيجنال هاد هو بيبتايد، احنا اصلا قاعدين نحكي عن بوليبيبتايد، فهي امينو اسيد. الامينو اسيد هاي زي بتعطي اشاره للرايبوسومز للجولجي ابيراتس للاندوبلازميك ريتيكولم انه يعملوا موديفيكيشن، انه هاد
لساته إمتشور، بده موديفيكيشن عشان يصير ماتشور، اوكي؟ فهي فائدة السيجنال. فأول شيء بيعملوه إنه بيشيلوا السيجنال، بعدين ببلشوا يعملوا كليفج لهذا الإشي عشان يطلعوا البروتينات أو هاي الهرمونات. في عندي برضو الأكسيتوسن، النيوروفيسن والنيوروفيسن 1 و 2 مع الأكسيتوسن برضو مصدرهم البري برو أكسيفيسن، اوكي؟ فبس بدكم تعرفوا انه هاي الهرمونات لها نفس المصدر، نفس الببتايد. هذا الببتايد بيصير له كليفج عشان يطلع لي هاي الهرمونات. لان ايش الفائده من هذا الاشي؟ حكينا هدول الهرمونات مصدرهم نفس البولي ببتايد، فرح يكون لهم الهرمون الستركتشر تبعهم تقريبا متشابه. هذا الاشي بخليهم انه انا لما بعمل اكتيفيشن لواحد من الهرمونات هاي ممكن يتحفز معاه هرمون ثاني. ممكن مثلا الام اس اتش مثلا لما احفزه يتحفز معه الاي سي تي اتش. ليش؟ لانهم بيشبهوا بعض بالستركتشر. الاكسيتوسين لما احفزه يتحفز معه النيوروفيسن 2، تمام؟ ليش؟ لانه لهم نفس الستركتشر. او مثلا واحد منهم مرتبط على الريسبتور تبعه ممكن يحفز الاكشن للثاني لانه بيشبهه كستركتشر، فممكن الريسبتور ما يميز. فهي بنسميها كروس اكتيفيشن. ايش بنسميها؟ كروس اكتيفيشن. اذا الكروس اكتيفيشن انه انا اعمل اكتيفيشن لواحد من الهرمونات يتحفز هرمون جديد ثاني، او انه ارتباط واحد من الهرمونات على الريسبتور يعمل الاكشن تبع الهرمون الثاني. ليش؟ لانه لهم ستراكشر بيشبه بعض، ولكن نسبه حدوث هذا الاشي كثير قليله. تمام، كثير قليله. فحكينا عن هذا الاشي وحكينا عن هذا الاشي وحكينا عن هذا الاشي كمان حكينا عن هذا الاشي وحكينا هاي الستيرويد جينيسيس. هلا بدكم تعرفوا هون البيسك ستراكشر اوف ادرينال كورتيكال اند جونادال ستيرويد. الستيرويد هرمون تقسم الى جونادل هرمون اند ادرينو كورتيكال هرمون. الادرينو كورتيكال هرمون هي الهرمونات اللي بيتم افرازها بالادرينال كورتكس، تمام؟ بالادرينال كورتكس اللي هي مين؟ الكورتيكوستيرون والكورتيزول، والجونادل هرمون اللي هي الاندروجين والاستروجين، تمام؟ والبروجستيرون. هذول بنسميهم جونادل ستيرويد. صراحه هذول اذا بدكم تحفظوا منهم شيء احفظوا يعني عدد الكربونات من هاي الصورة لكل واحد. الاستروجين 18، الاندروجين 19، والكورتيكويد والبروجستيرون 21. وهدول يعني ممكن تحتاجوا انكم تحفظوا الانزيم حسب ما حكى لكم الدكتور اذا بدكم تحفظوا البروسس هاي. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هيك بتكون خلصت المحاضرة. برجع بحكي لكم اي شيء بتحتاجوه بالمحاضرة، اي شيء مش واضح، اي شيء بده توضيح، بعثوا لي واسألوني سواء على الجروب او على الخاص في اي وقت بدكم اياه. وموفقين يا سوري، يعطيكم العافيه.